سويني جولة قصيرة في مدينة ماغديبورغ وارتداء من برايترفيك. حركة قوية الشارع ولأنه الجو زين وثبت حماتي فأنا ناس طاعين اليوم. بالعادة هذا الشارع شبه فارغ إذا الجو بارد أو غيمة أو مطر خصوصا في الشتاء، وفي الشتاء هنا كيد. أنا طالع قاعد أصور حتى أشوفون الناس الموجودين هنا. بس هنا أنا لازم أوقف لأنه ترافيك لايت صاير أحمر. قدر أعرف المسافة. بايسكل ماتي مع إي بايك. يعني يستخدم مطار هذا المطار ياخذ كهرباء من باتري، فهسه نخليه على درجة رقم واحد حتى تتحرك شوية بأريحية. زين هو المفروض هنا هذا الرجال يصير يركب بالنص. تسجيل باستخدام عدسة الالترا وايد على الايفون. ما ادري اذا شو شلون تقع عدسة الكاميرا. انا شفت اليوم يوميا الناس يطلعون كيف
الشوارع كلها فارغة. هم الألمان مين يقول يعني يهتمون بهذا الشيء، كل ما فين حتى لو الشوارع فارغة يقولون مرات ما يدرون. هاي الجامعة، هذا سكن مال الجامعة، وهاي تسميه بالجامعة، اوتو فون كيركل. أول ما أجينا هنا بالشهر الرابع كنا ساكنين مؤقتا مع أحد أصدقائي بهاي المنطقة، هسه راح أفوتني من الشقة مالته هناك، وبعدين أروح أغض برا باتجاه نهر الإلبة خلصني قرية عبر بي. Thank you.
يعني اغلبها كبار، ناس كبار يعني هنا متقاعدين من المانيا، كلها تجي هنا عبالك. احنا عايشين هنا بالضبط. نعم من هنا ندخل من هالباب كانت الشقة مالتنا العام، خلينا سامينا على البريد هاي، خلينا سناخ وروح كلش حلو. الجو خبل بس شوي عاد ريما خفيفة ما نشوف. شوية منطقة نشطة للناس، شوية هذا الشارع يعني طبعا هو دائما بس في شوقات شوقات لطيفة شوقات جيدة. راح استعجل
تقريبا راح تخلص الرحلة، ارجع للشقة اكمل كم شغلة. والله كسبت بسرعة، ما ادري خاف راح حد يجيب تصور مثلا قوي عادي، بس هذا الاحتياط. هذا مكان الشركة مالتنا هنا بهاي البناية. عكس السياق، جاني واحد لازم اطلع خارج هذا I'm going to go to the hospital.